2018 نخدموا عليه نجم نقول لك من 2016 من ديسمبر 2016 تلقنا نشتغلوا على 2000 وقانون المالية 2018 بعد ما كملنا قانون المالية 2017. علاش؟ خاطر وقتها برشا حاجات تبدلت في لي زيكيليب اللي عملناهم التوازنات اللي عملناهم الى حدود 2020. نحن نخدموا في الحكومه ديما عندنا توازنات 2020 تبدل لنا البرنامج نتاع 2017. تذكروا في 2016 كنا نناقشوا في مناقشات نتاع تاجيل الاجور الى 2019، ما نجحتش الحكومه في الموضوع هذا. كان باش نرجع ليش الاسباب، شنو الحل اللي لقاته وقت الحكومه؟ الحل اللي لقاته هي المساهمه الاستثنائيه اللي كانت 7.5% نتاع الشركات اللي هي قدرناها في الوقت هذاك تجيب 900 مليون دينار في 2017. حلينا بها المشكل مع انه اشياء اخرى قدمناها مش حلينا مشكله 2017، لكن من وقتها انطلقنا في العمل على انه يكون عندنا توازنات اقتصاديه الى حدود 2020، والهدف نتاعنا معلومه انه نسبه العجز تكون 3% 2020، الديونيه تحت 70%، وحتى كنت التجور تهبط 12.5%. هذه السياسه الاقتصاديه اللي قامت عليها الحكومه في قانون الماليه 2018، يعني انطلقنا من 2016 نشتغلوا على الشيء هذا،